يلا يا خالو انا صار لازم روح، انتبهوا على حالكم. اوكي هيدي القصة مثل قصة الخطف يلي صارت مع حلا. وجد جد جد جدنا الملك اعطى الاسوارة عشان انقذ لابنه من الخطف، وانا ساعدوني بنت جارتنا حتى حرر حلا من الخطف، فهيدي الاسوارة لازم اعطيهم اياها. عربون شكر ومحبة لانه ساعدونا. واو عن جد إنها مبينة قديمة ومبينة كتير غالية. زهراء شو رأيك تعطينا الأسوارة أنا بفوت بخبيها؟ لا يا مليكة ما في أعطيك إياها، ما سمعتي خالو شو قال؟ هيدا الأسوارة كتير قيمة ولازم أنا فوت خبيها. طيب أوكي. كرمال ما تضيع. واو شو حلو وقيمة مثل ما عمل الملك مع جدة وأعطاه الأسوارة، أنا بدي أعطي الأسوارة لبنات جارتنا لأنهم ساعدونا حتى حرر حلا. ما خالو محمد قالنا بالقصة إنه الملك أعطاه الأسوارة لجدة لأنه أنقذ ابنه من الخطف. عيلي فنية. خير شو بدك؟ خالتو بدي اتشكرك لانه بناتك ساعدونا. ساعدوكم بشو؟ اسأليهن هني بخبروك. ايه وشو المطلوب هلا؟ شو بدك؟ ولا شي، بدي اعطيك هيدي الاسوارة الغالية عشان ولادك ساعدونا. اسوارة؟ اوه مبيني كتير غالية، هلا حبيتك يا مليكة. اهلا وسهلا فيك، بس لحظة هيدي الاسوارة ما تبيعيها، خليها ببيتك. كيف يعني خليها ببيتي؟ يعني ممنوع تبيعيها او تعطيها لحدا. تكرمي ما حبيعها ولا حاعطيها لحدا. اوكي هلا باي. عيلي فنية. انظروا الى انفسكم ايها السنافر، تلعبون وتعبثون طوال النهار، اذا عرف بابا سنبور بهذا سيخيب امله بكم. مهلا لم انهي كلامي. لقد انهيت حديثك منذ سنوات مفكر. هاي خالو. هاي. اشتقنا لك كتير. وأنا كمان اشتقت لكم. زهراء شو في أخبار جديدة بالبيت؟ ما في شي خالو. ما في شي أبداً ولا مشكل؟ معقول؟ مشكل؟ لا ما صار عنا مشاكل هالكم يوم، بس في شي صار عنا. شي صار عندكم؟ مثل شو؟ اليوم الصبح اجى لعنا خالو محمد وحكينا قصة الاسوارة يلي ورثها عن اجداده.
السوارة وورثها عن أجداده؟ ليه ما معي خبر فيها هاي القصة؟ السوارة شو هيدي؟ السوارة يا خالو ذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة، كتير حلوة. السوارة ذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة؟ يعني الماس. وين هيدي السوارة؟ هيدي السوارة اعطانا اياها خالو حتى نتورثها جيل بعد جيل. تتورثوها جيل بعد جيل؟ وانا شو عم بعمل؟ ليه ما اعطاني اياها؟ يمكن ما اعطاك اياها لانه ممكن تبيعها عشان انت بتحب المصاري. حلا خالو حبيبتي بلا فلسفة. وهلا هيدي السوارة وين؟ هيدي السوارة خبيتها جوا بغرفتنا. طيب خالو ممكن تفرجيني عليها شوي؟ اوكي بس مجرد تتفرجي عليها، ممنوع تاخدها. اوكي اوكي ما رح اخدها، مهم فرجيني عليها. اوكي. حلا محمد حدا فيكن لعب بالإسوارة؟ الإسوارة؟ لا ما لعبنا فيها. ما لعبتوا فيها؟ لكن أكيد هيدي مليكة. وين مليكة؟ شو فيها زهراء؟ شو صاير يا خالو؟ فتت لجيب الإسوارة لفرجيك عليها فما لقيتها. ما لقيتيها؟ هيدي أكيد مليكة أخديتها، طالعيت لي بتحب الذهب والمصاري. أكيد يعني مين في غيره لمليكة؟ يا مليكة؟ يا مليكة؟ مليكة؟ مين أجر عنا؟ مليكة؟ مليكة؟ وين كيني برات البيت؟ كنت بمشوار كتير مهم. مشوار كتير مهم؟ عند مين؟ خليني أخذ نفس وارتاح وهلأ بحكيلك. أنت أخذت إذن من ماما لحتى تظهري؟ لا ما أخذت إذن لأنه ماما كانت بالسوق. مليكة ولو ماما بالسوق تاني مرة بتاخدي إذن مني وأنا باخدك على هيدا المشوار. أوكي ما بقى عيدة، بس لو تعرف لوين رحت رح تفتخروا فينا. رح نفتخر فيك؟ ليلى وين رحتي؟ رحت بمهمة عائلية قومية. عائلية قومية؟ شو رحتي لتحرري فلسطين؟ إن شاء الله بحرر فلسطين، بس مش هاي هي المهمة. مش هاي هي المهمة؟ تعي لعندي فهميني أكتر. اسمع مني شو هي المهمة؟ ايه تفضلي احكي. خالو حكينا عن قصة الأسوارة وجدة والقصة هي جدة عمل خطة طويلة عريضة وأخذ معلومات من الملك وين كان ابنه وين ظهر ومين كان معه وعرف كل هيدي التفاصيل وراح على المكان يلي مخطوف فيه ابنه وحرره وجابه على المملكة وهون الملك أعطى جدي هيدي الإسوارة كعربون محبة ووفاء لإله. وهاي هي قصة الإسوارة وجدك. مليكة هلا انت حكيتي له القصة كلها وما فهمنا شي، وين كنت وين الإسوارة؟ يا زكية مش الملك أعطاه الإسوارة لجده لخاله محمد لأنه حرر له ابنه من الخطف؟ ايه بعرف القصة وبعدين؟ ايه ومش بنات جارتنا ساعدونا حتى نحرر حالها من الخطف؟ ايه. مليكة اوعك تقولي انك عطيتيهم الإسوارة لأنه ساعدونا، اوعك. ايه مثل ما عمل الملك مع جده لخاله محمد انا عملت مع البنات. شو؟ 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 ليه صدمتوا كلكن؟ ما هو ملك وانا مثله، ما انا رئيسة جمهورية البيت. مليكة انت عارفة شو عملتي هلا؟ انت عملتي كارثة ولا لا يعرف خاله محمد ليجن. انا عملت كارثة؟ معقول؟ فكرت حال عملت شي منيح.
انت مش بس عملتي كارثة يا خالو، عملتي كارثة ومصيبة. عرفتي حالك شو اعطيتيهن؟ اعطيتيهن اسوارة ذهب 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 قيمتها غالية لانها قديمة. جي وشو العمل هلا؟ كيف بدنا نرجعها؟ مليكة ما دام صارت مع بنات جارتنا انسيها. كلامنا صح لحلا. هلا كلامها صح ولا مش صح؟ هلا لازم نعرف كيف نرجع الاسوارة قبل ما يعرف خالو محمد. خالو انا مش شاطر بحل المشاكل، انا شاطر اني اعمل مشاكل، يعني ما في ساعدكن. بس لازم نعمل شي لحتى نرجع الاسوارة. انا الحق علي اني ما خبيتها برف الخزانة مثل ما قال خالو محمد. خلاص روح شوي خليني نفكر بخطة، ما انا مليكة اللي مدوباهم اتنين. وشو هي الخطة؟ ايه يا مليكة اعملي خطة مرتبة حتى نرجع الاسوارة. ما تخاف الخطة هي ولهون بتكون انتهت حلقتنا من سلسلة الأسوارة الذهبية وجارتنا وبناتها. بدي أسألكن، هل يا ترى رح تنجح خطة مليكة بإرجاع الأسوارة ولا رح تفشل؟ لتعرفوا انطرونا بالحلقة الجاي، ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير للحلقة لكل رفقاتكن وقرايبكن ويلي بتحبوهن، وأكيد فجروا الحلقة باللايكس، ويلي بعد ما اشترك بقناتنا خليه يشترك ويفعل الجرس ليصير من عائلتنا الفنية يلي بتحبه كتير كتير. عائلة فنية.